1-0. وكنت انا وكابتن محمود الخطيب اهو على الشاشه، الاسطوره اهو. الاسطوره النهارده بيتكرم في اليوم العالمي للملكيه الفكريه. كابتن محمود الخطيب رئيس مجلس اداره النادي الاهلي حرص اليوم على تلبيه الدعوه لحضور احتفاليه اليوم العالمي للملكيه الفكريه، والتي تحمل شعار للذهب الذي تحمل شعار الذهب نسعى للملكيه الفكريه والرياضيه. على فكره الاحتفاليه دي كانت امبارح موجوده يعني. وذلك تحت اكاديميه البحث العلمي والتكنولوجيا ومكتب براءات الاختراع المصري بالتعاون مع المنظمه العالميه للملكيه الفكريه. طبعا شهدت الاحتفاليه دي حضور كل من الدكتور محمود صقر رئيس اكاديميه البحث العلمي والتكنولوجيا، وعمر عبد العزيز مستشار المكتب الاقليمي للدول العربيه والمنظمه العالميه للملكيه الفكريه، ومنى محمد يحيى القائم باعمال رئيس مكتب براءات الاختراع المصري، حيث تم تكريم الكابتن محمود الخطيب باهداء درع اكاديميه البحث العلمي وتنمية المنظمه العالميه للملكيه الفكريه وشهاده التقدير. وحرص الكابتن محمود الخطيب طبعا على توجيه الشكر للحاضرين مؤكدا سعادته بالتواجد على هذه الاحتفاليه. قال الكابتن محمود الخطيب: تواجدي اليوم في هذه الاحتفاليه ومناقشه العلاقه الوطيده بين الملكيه الفكريه والرياضه يدفعني لسعاده ما كنا نعاني منه قبل فتره زمنيه تتراوح بين 10 الى 15 سنه فيما يتعلق بكيفيه الحفاظ على الحقوق الخاصه بالبث والعلامه التجاريه للنادي. راجل بيشتغل للنادي بتاعه، راجل بيشتغل للكيان بتاعه، بيحافظ قد ايه على كيانه وعلى الاشياء اللي هي تملكها الجمعيه العموميه والنادي الاهلي وكل من موجودين في النادي الاهلي. نجح في التوصل الى الطريقه المثلى للحفاظ على حقوق النادي التجاريه والتسويقيه فيما يتعلق بالعلامه التجاريه وكيف تعظيم دورها. واوضح ان الاهلي سعى منذ وقت طويل لتحقيق ارقام متميزه فيما يتعلق بحقوق البث والعمل على تحقيق اكبر مكاسب تجاريه من حقوق الرعايه بعد ان وصلت عقود الرعايه الى 900 مليون جنيه في 4 سنوات. واشار رئيس النادي الى ان الاهلي حقق ارقاما تعد مميزه على صعيد الرعايه داخل مصر، ولكن هناك طموحات كبيره للسعي نحو تحقيق ارقام اكبر. وده طبعا النادي الاهلي يساوي اكثر من كده بكتير قوي، يعني مليارات، وده اللي هيحصل ان شاء الله في عهدك يا كابتن محمود، خاصه في ظل الكم الكبير من المصروفات والانفاق داخل النادي الاهلي. واضاف ان احتياجات النادي الاهلي يتزايد يوما بعد اخر، ومن ثم نسعى للارتقاء بارقام الرعايه من خلال استخدام العلامه التجاريه ولوجو النادي في بعض المشروعات الخدميه والمجتمعيه، خاصه في ظل الدور الكبير الذي يلعبه الاهلي على الصعيد الخدمي والمجتمعي. واوضح كابتن محمود الخطيب ان الساعات الماضيه شهدت جلسه جمعته مع اداره التسويق بالنادي لبحث كيفية تعظيم العلامة التجارية والعمل على تحقيق مكاسب أكبر تعود بالفائدة من كافة الجوانب على النادي، مؤكدا أن هناك العديد من المشروعات الخاصة بهذا الملف تعمل عليه في الوقت الحالي إنجازه، وسوف يتم الإعلان عنه قريبا. أشار أن الأهلي يسعى أيضا للاستفادة من منابره الإعلامية المختلفة في كيفية تعظيم العلامة التجارية بجانب السعي لتحقيق الأهداف المجتمعية والاهتمام بالشباب والمواهب الصغيرة. وأيضا كنت لاعب عظيم ورئيس عظيم ومهتم، وكنت في حكاية المواهب الصغيرة دي أنا اللي أقول لك وأشهد لك بهذا الكلام، عشان كده كان ربنا بيكرمك دايما، وأنت واجهة جميلة جدا الحقيقة المجتمع المصري كله مش النادي الأهلي بس. وكل التوفيق لي يا كابتن محمود بالفكر اللي أنا عارفه عنك وبال العشرة اللي احنا عشرناها مع بعض كلنا كلاعبين مع كابتن محمود الخطيب. انت ما تلاقيش اتنين يختلفوا عن اخلاق كابتن محمود الخطيب. التكريم اللي قدامنا ده والواضح شكله عامل ازاي، ده هو ده محمود الخطيب، هو ده الاسطورة. فببارك له الحقيقة، وببارك للنادي الاهلي على هذا التكريم في شخص كابتن محمود الخطيب الاسطورة، احسن لاعب في افريقيا واحسن من لعب كرة القدم الحقيقة في الشرق الاوسط كله مش في مصر بس.